برميل متفجر ألقي على سوق شعبية للخضار في حي المعادي فقتل وأصاب عشرات، وسط تساؤل مل الأهالي من تكراره: لماذا تستهدفهم طائرات بلادهم إن كانت تدعي أنها تحميهم؟ المنطقة هاي كلها مدنية، يعني ما في مناطق عسكرية نهائيا، بالعكس مناطق الجبهات صفت أمل المناطق المدنية. هذا أكبر دليل أنه هو مستقصد المدنية، مستقصد الأطفال، مستقصد النساء، مستقصد المشايخ الكبار. هذا بيت الله، هذا شوفوا، هذا بيت الله، هذا مو مقر إرهابي. فرق الدفاع المدني بما توافر لها من أدوات حاولت إخراج العالقين من تحت الأنقاض، فشدة الانفجار حولت مسجداً وعدداً من المنازل والمحال إلى ركام، وما زالت تسمع من أسفله استغاثات عائلة كاملة لم يسعفها الوقت كي تهرب من القصف الذي أحال السوق إلى خراب. تهدم مبنى كامل، والجامع مبنى وجنب جامع، وعنا عشرات الجرحى وعشرات الشهداء. الإحصائية ما يبين عنا حالياً لأنه هو سوق خضرة، سوق كبير فيه مدنية، فيه كتير كتير خلق، ما بين عن الإحصائية الكاملة لسه، هلا عم ندور على العالم تحت الأنقاض. وتقول الأرقام أن طائرات النظام استهدفت حلب بأكثر من 500 برميل وقرابة 300 صاروخ خلال الشهر الماضي، وسط صمت كبير في عالم لا يزال يقف متفرجا أمام جريمة ترتكب كل يوم.